بأخبار يا هلا. أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ عن إطلاق المرحلة الأولى من حفل جوائز صناع الترفيه لهذا العام. حفل توزيع جوائز صناع الترفيه جوي أوردز يعود لكم هذا العام بمفاجآت تفوق الخيال، وليكرم نجومكم المفضلين في مجالات الموسيقى، السينما، المسلسلات، الرياضة ومواقع التواصل الاجتماعي. حمل تطبيق جوي أوردز الآن وشارك بتسمية الأفضل لتتأهل لفرصة الفوز بتذكرتين لعشرة فائزين لحضور هذا الحدث الاستثنائي الأضخم، وللسفر مع ضيف من اختياركم، ولتعيشوا تجربة لا تنسى مع نجومكم المفضلين. تطبيق جوي أوردز متوفر على الأب ستور وجوجل بلاي.